أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. عندنا إجمالا كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم أيها الإخوة الكرام الكلام على هذه السورة الكريمة في مدة زيارة الزائرين في موسم الحج، ولم نكمل الحديث عنها. وفي بداية هذه السورة الكريمة وفي استئناف الحديث عنها نجمل ما تقدم ليرتبط الماضي بالحاضر. وتقدم في أول الحديث عنها تنبيه على مدى ربط سور القرآن بعضها ببعض، وهذا جانب عظيم في التفسير الكريم. نلحظ جميعا بيسر وسهولة ربط ما بين سورة الفاتحة وسورة البقرة، وكذلك قصار السور يظهر ذلك الربط لقصر السور ولوحدة الموضوع فيها. فتجد في سورة الفاتحة بعد المقدمة بحمد الله وتنزيهه وتمجيده وتكريمه والاعتراف إليه بالربوبية وإفراده بالعبودية والاستعانة اهدنا الصراط المستقيم، وهذا أعظم طلب يطلبه العبد لأنه يتعلق بأعظم مطلوبه لما فيه من سعادة الدنيا والآخرة. فتأتي سورة البقرة بعدها بعد مقدمة قصيرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لكأنه الجواب على السؤال اهدنا الصراط المستقيم، فيقول تعالى هذا الكتاب هو الهدى الذي تسألونه فالزموه. وكذلك نجد الربط بين سورة الحجرات وما قبلها وهي سورة الفتح، تتحدث أواخر سورة الفتح على ما وقع في صلح الحديبية لما أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين المشركين في المفاوضة على الرجوع من مكانهم والتحلل في مكانهم والعودة بعمرة أخرى من عام قابل. وعظم ذلك وشق على أصحابه أنهم على حدود الحرم ولم يدخلوا مكة، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعطى وعدا، والله لا يعطونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها.
وكان المولى سبحانه وتعالى أراد بهذا الصلح الفتح المبين، وذلك لما سأل عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكر عما جاء في الاتفاقية من ظاهره الحيف والهضم للحق وإملاء القوي على الضعيف، حيث جاء في الصحيفة: إذا أتانا منكم أحد مرتد عن دينه فلا نرده عليكم، وإذا أتاكم أحد مسلم بدون إذن أهله تردوه علينا. فقال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: على من نعطي الدنية في ديننا؟ من أتانا نرده، وما أتاهم لا يردونه. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا عمر، إلزم غرزه، إنه رسول الله. والكل يعلم أنه رسول الله، ولكن المراد بذلك لازم الخبر. عمر يعلم أنه رسول الله وآمن به رسولا من عند الله، ولكن مقتضى ذلك أنه يتبع الله فيما يوحي به إليه، فالزمه. فذهب عمر إلى رسول الله أيضا وعرض عليه ما عرض على أبي بكر، وسمع من رسول الله ما سمع من أبي بكر: أنا عبد الله ورسوله. يقول عمر: فوالله ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق أكفر عن تلك الكلمة، لأنني تقدمت بين يدي الله ورسوله باقتراح ما كان لي أن أتقدم به. ولما أمرهم بالتحلل وحلق الشعر ونحر الهدي توانوا يتطلعون إلى حل آخر، ودخل صلى الله عليه وسلم على زوجه مغضبا، قالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به، الأمر كذا وكذا. قالت: أتريد أن يفعلوا لك ذلك؟ قال: بلى. قالت: خذ السكين واخرج ولا تكلمن أحدا، واعمد إلى هديك فانحر، وادع الحلاق فاحلق، والزم خيمتك. فما أن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا وتسابق القوم بالنحر والحلق، أيقنوا أنه ليس هناك حل آخر وأن الرسول أمامهم في ذلك. فتأتي آخر السورة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لأنهم قالوا: ألم يعدنا رسول الله أننا نأتي البيت؟ فقال لهم أبو بكر: نعم، ونحن آتونه فعلا، هل قال لكم هذه السنة؟ قالوا: لا. قال: إنكم ستأتونه قطعا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي ليسوا مطرودين عنه كهذه السنة، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولكن فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك، أي من دون ذلك الدخول الآمن، فتحا قريبا، ألا وهو صلح الحديبية. ونزلت السورة الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عودته من الحديبية ليلة، وكان عمر يمشي في آخر القوم مخافة أن ينزل فيه قرآن مما جادل فيه رسول الله. فلم يلبث أن سمع صارخا: يا ابن الخطاب، أجب رسول الله. ففزع لذلك وظن أن قد نزل فيه ما يخشى. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر،
لقد نزلت علي الليلة سورة هي خير من الدنيا وما فيها. وقرأ عليه سورة الفتح، فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: بلى. ونحن نعلم أيها الإخوة، في عرف العالم اليوم إذا كان هناك نزاع بين دولتين ثم توصلتا إلى المفاهمة أو الجلوس على مائدة المفاوضات، كان ذلك شبه اعتراف بينهما بكل منهما إلى الجانب الآخر. وهنا في صلح الحديبية بعد 6 سنوات فقط من خروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مختفيا في الغار، يسري ليلا ويختفي نهارا، يرجع إلى مكة وإلى حدودها، وتجلس معه صناديد قريش يفاوضونه على العودة، ثم هم يخلون له مكة في العام القادم، فيأتي ويعتمر آمنا ويرجع مطمئنا. إنه فعلا فتح. ويقدر علماء التاريخ قيمة هذا الفتح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من المسلمين في صلح الحديبية نحو 1000. فلما وقعت الهدنة ووقع هذا الصلح والاتفاق، ساح المسلمون والمشركون في الجزيرة، فما لقي مسلم مشركا عاقلا يحدثه عن الإسلام إلا دخل فيه. فانتقل وانتشر المشركون في ديار المسلمين، وانتقل وانتشر المسلمون في ديار المشركين. وكان بعد ذلك بسنتين فقط فتح مكة، خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة 10,000 مقاتل. فرق بين 1000 بعد 19 سنة من الوحي، 13 سنة في مكة و6 سنوات بالمدينة، كانت حصيلتها 1000 مقاتل. وبعد هذا الصلح تكون الحصيلة 10,000 مقاتل. وفعلا كان فتحا مبينا. فنزلت خاتمة سورة الفتح تبين للمسلمين حقيقة الموقف ولما كف الله أيديهم عنهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. أي أن الله كف أيدي المسلمين عن دخول مكة مقاتلين، ولو دخلوا لنصرهم الله، إلا أن في مكة من هو مسلم يخفي إسلامه، فلو دخلوا لقتلوا المسلم مع المشرك وهم لا يعلمون. فرجع المسلمون ونزلت السورة في أواخرها: حقا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، إلى آخر. وهنا أيها الإخوة الكرام تأتي افتتاحية سورة الحجرات كأنها تتمة أو تعليق أو تنبيه أو تصحيح لما كان من أصحاب رسول الله في تلك الوقعة، أي في صلح الحديبية. فيبين المولى تعالى إرشادا لهم: يا أيها الذين آمنوا، نداء بوصف الإيمان إلزاما لهم بما آمنوا أن يقبلوا وأن يكونوا تبعا لله ولرسوله بمقتضى إيمانهم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. وقدمنا ما يقول العلماء في تقدموا، هل هي تتقدم أو تقدم؟ فعلى أنها تتقدم، أي تكون أمام رسول الله في الرأي، أو تقدم على أن تقترح عليه صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين ممنوع. لا يحق للمسلمين جميعا ولو اجتمعوا
أن يتقدموا على رسول الله أي بآرائهم ويتركوا رأي رسول الله، ولا يجوز لهم أن يقدموا بين يديه الاقتراحات، لأنها مهما كانت نتائج وحصائد عقولهم، أما هو صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي كما قدم عمر أو تقدم، وكذلك ما قدم الصحابة الذين تأخروا يريدون حلولا أخرى، وقد أبرم صلى الله عليه وسلم الصلح الذي هو فتح مبين. واتقوا الله، فهذه الآية الكريمة تأديب للأمة كلها في شخصيات أصحاب رسول الله فيما يتعلق بحق التشريع، وهو لله ولرسوله. لا تقدموا بشيء، لا تتقدموا بشيء على ما جاء من عند الله في كتاب الله، ولا على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن العالم الإسلامي وقف عند هذه الآية وحقق مدلولها لكفاه ذلك، لأنه لا يحق لمسلم أو للمسلمين ولو اجتمعوا أن يشرعوا شيئا من عقولهم ما دام كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. لا يحق لأحد أن يتقدم بعمل يرجو ثوابه، ولا بعمل يخشى في تركه عقابه، إلا إذا كان لله ولرسوله. ومن هنا نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله كل، وكلمة كل كما يقول علماء المنطق سور كلي لا يخرج منه فرد من الأفراد. كل عمل حصرت جميع الأعمال، دنيوية وأخروية، أخلاقية، تشريعية، أيا كان نوعه، كل عمل ليس عليه أمري فهو رد، بمعنى مردود. فمهما كان العبد، ومهما كان المسلم، ومهما كان المسلمون جميعا في عقولهم وفي ذكائهم وفي فطنتهم وفي نظرهم في المصالح وفي ادعائهم أي دعوة أيا كانت، ليس لهم حق في الارتقاء أن يرتقوا إلى منصب التشريع وأن يتقدموا بأمر من الأمور، إلا إذا كان عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ليس عليه أمري، لأن أمره من أمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذه الآية الكريمة في مستهل هذه السورة الكريمة تأديب للأمة، وتعريفهم بالحق الواجب عليهم من حيث الاتباع ومن حق التشريع. ولا يحق للعالم بأسره أن يشرع ما لم يأتي به الله ولا رسوله، ويكفي ذلك تنبيها على كل تشريع من شرق أو غرب، من حضارة أو احتضار، من مدنية أو غيرها، فكل ذلك رد إن لم يكن تابعا وموافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الفرعيات والاجتهاديات فإذا حدثت وتجددت، فإن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والذين أعطاهم الله البصيرة في دينهم وأنهر قلوبهم بالتقوى التي أورثوها وبالزهد والورع وبمخافة الله وبنور الله في قلوبهم، فإنهم يجتهدون فيما استجد ويردونه إلى الأصول من كتاب الله وسنة رسوله، فهو رد أيضا وعمل بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدث في هذا المسجد النبوي الشريف، وذكر فيما ذكر في مجلسه: لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة والناشرة إلى آخره. فكانت امرأة تسمع ذلك فذهبت ورجعت بعد أسبوع ووقفت عليه وقالت: أيها الشيخ، سمعتك قبل أسبوع تقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة وكذا. قال: بلى. قالت: لقد قرأت كتاب الله من ضفته إلى ضفته فما وجدت فيه ما تقول. قال: لو كنت قرأتيه لوجدتيه، لو كنت قرأتيه قراءة إمعان وتدبر لوجدتيه. ألم تجدي فيه قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: وهذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد الحديث إلى كتاب الله، فقالت المرأة: لعل أهلك يفعلون ذلك. فقال: ادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت وأدبرت، قال: هل أمي تعالي، ماذا رأيت؟ قالت: خيرا. فيهمنا في هذا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جعل سنة رسول الله من كتاب الله. ووالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان يقول: السنة بأجمعها قطرة من بحر كتاب الله، أي في قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ووقع للشافعي رحمه الله أنه وقف في المسجد الحرام وقال: يا أهل مكة، سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. وهذه دعوة عريضة لا يقوى عليها إلا مثله. فقام شخص وقال: يا شافعي، أخبرنا عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه؟ تعرفون الزنبور ما هو؟ أكبر من نحلة ولسعة شديدة، يقولون سبعة منه عن عقرب، أحمر كما قيل دويبة حمراء في بردة حبرة. فقال حسان: شعر ولدي ورب الكعبة. فقال: نعم، يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وحدثني فلان عن فلان وذكر السند إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه، فقال: لا شيء عليه، فلا شيء على المحرم يقتل الزنبور في كتاب الله. انظروا أيها الإخوة، هذه الدرجات وتلك المراتب في الاستدلال والربط والتأكد. الشافعي رحمه الله يقول: أنا من الراسخين في العلم، سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. ولكن كلنا يعلم أن الزنبور ليس في كتاب الله، وكنت حاولت إحصاء ما ذكر من تلك الحشرات والحيوانات والطيور، فإذا بها تزيد عن 30 صنفا ليس منها الزنبور. فيها العنكبوت، وفيها البعوض، وفيها الذباب، وفيها ولكن الزنبور، فيها النحلة، ولكن كلمة زنبور ليست موجودة في كتاب الله. والشافعي يرد هذه الجزئية التي جاء السؤال فيها على سبيل التعنت، لأنه رأى
عرض دعوى الشافعي في ذلك، فقام وأتاه بما لا يمكن أن يخطر على البال، كما قيل لا يفل الحديد إلا الحديد. فكان موقف الشافعي رحمه الله أن يتدرج في مراتب الاستدلال، يبدأ بكتاب الله فيجد كتاب الله يحيل على سنة رسول الله، وسنة رسول الله تحيل على الخلفاء الراشدين، ويروى عن أحد الخلفاء الراشدين الحكم في هذه المسألة، فيعزوه الشافعي إلى كتاب الله. أيها الإخوة، يهمنا في هذه الآونة، وقد نسمع الكثير ونرى الكثير مما لا ينتهي منه عجب العجاب، من أن بعض الأشخاص يكون قد بدأ في طلب العلم ولم يبلغ به شأوى، ينصب نفسه للفتوى فيما إذا كان علم أو لم يعلم، وحده ما علم، فما لم يعلمه يرده على أنه لا شيء فيه، وما علمه ولا ندري كيف يكون علمه صحيحا أو غير صحيح، ويتعرض للفتوى. ويا ليتهم يقفون عند ذلك في حق أنفسهم، بل يتعدى ذلك إلى الآخرين، يفتون الآخرين بما يعلمون أو لا يعلمون، ثم يتعدى ذلك ويعيبون من يخالف ما هم عليه، وإن كانوا محدودي العلم والتحصيل، وإن كان غيرهم أوسع علما وأكثر تقوى لله وأكثر تحصيلا وأدعى أن يتبع عن غيره، ولا يتورعون أن يبدعوا من خالفهم أو أن يبدعوا من قال بغير قولهم. وإنا والله لنحزن لذلك، ونسأل الله تعالى لنا ولهم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عبد البر في كتاب فضل العلم وأهله عن الشافعي رحمه الله: لا يحق للقاضي ولا المفتي أن يقضي أو يفتي إلا إذا عرف حكم الله في كتاب الله وأقوال أهل التأويل في تأويله، وعلم سنة رسول الله وأقوال العلماء فيها، والإجماع والقياس والخلاف إن وجد وما اختلفوا فيه. فأيها الإخوة، تلك الشروط وهذه المعايير لمن نصب نفسه للإفتاء ليس بالأمر الهين، وإن من عوفي ولم يكلف من ولي الأمر فليحمد الله، وليس بملزما بذلك، ولا يتحمل لنفسه ما لا طاقة له به. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا المسجد يأتيه المستفتي فيقول: سل المفتي الرسمي، إن هناك مفت نصبه ولي الأمر مسؤول عن ذلك، سل غيري. فأقول له: إذا لم تفته أنت، من الذي يفتيه؟ إنك تقصد للفتوى في مسجد رسول الله. فيقول: إذا كنت في عافية من ذلك فما الذي يلزمني؟ وهل أضمن أصيب أو أخطئ؟ وهل أعلم سؤاله له دليل من كتاب جوابه عليه له دليل من كتاب الله أو من كتاب أو من سنة رسول الله؟ وكيف أجتهد؟ وهل أضمن في اجتهاد الصواب؟ وجاءه إنسان وألح عليه وقال: يا شيخ، جئتك أمس فرددتني وطوفت المسجد فلم أجد من يفتيني، ماذا أصنع؟ قال: سل هذا، وأشار إلي وقال: هذا قاضي في المحكمة، سله يفتيك. فقلت: يا شيخ، إذا امتنعت أنت عن الفتوى كيف أفتيه أنا؟ قال: لا علي. فقلت: اجلس يا رجل،
أنا سأفتيك والشيخ يسمع، فإن كان صوابا أقره، وإن كان خطأ لا يحق له السكوت عليه. وأفتيته، فقال الرجل: ماذا تقول يا شيخ في ذلك؟ قال: قد أفتاك القاضي. قال: لا أريد أن. قال: خيرا، الحمد لله. إلى هذا الحد أيها الإخوة، ويذكر العلماء أن في صدر عهد التابعين كان يأتي الآتي يسأل فيحال من عالم إلى عالم، وحسبك علماء التابعين، حتى ينتهي الإحالة به إلى الأول، وكلهم كان يفر من الفتوى ويقولون: أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار. فنحن أيها الإخوة نحذر إخواننا وأبناءنا من أن يتسرعوا إلى منصب الفتوى قبل أن يستحقوا ذلك حقا. ومالك رحمه الله يقول: ما جلست للفتوى والدرس إلا بعد أن شهد لي 70 عالما في مسجد رسول الله. وكم اللي ما شهدوا له؟ كم كان عدد العلماء؟ وجاء عن أبي حنيفة رحمه الله، جاءه رجل وقال: يا أبا حنيفة، في المسجد حلق فتيان يتناظرون في الفقه. قال: ألهم رأس؟ قال: لا. قال: لن يتفقهوا أبدا. ويعني برأس شيخ أستاذ يرجعون إليه فيما يختلفون فيه، أما أن يجتمع جماعة، صحيح لهم حماس ولهم حسن نية على ما نحملهم عليه بحسن الظن وراغبون في الخير، ولكن ليس كل راغب في الخير يصيب طريقة، يجلسون يتذاكرون يتحادثون يتناقشون، ولكن ليس لهم رأس يرجعون إليه، ليس بين أيديهم كتاب يقرؤونه ويأخذونه عن مؤلفه وما يعزوه إلى سلف الأمة، إنما هي حواصل مناظر أو مناظرات أو مدارسات أحصوها ويناقش بعضهم بعضا. هذه ليست طريقة علم، ولا سيما إذا ابتلي البعض بتتبع شواذ المسائل. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر: أحرج على كل مسلم، أجعله في حرج وضيق، وأضيق عليه أن يحدث حديثا ليس العمل عليه، لأن في ذلك إثارة الفتن، ولأنه تتبع الشواذ. وكما قال ابن عمر ابن عبد البر: ما تتبع إنسان شواذ المسائل إلا وحرم العلم، لأنه يقضي حياته في تتبع تلك الشواذ. وللأسف، كل الأسف، أننا نجد الآن ربما رسائل كتبت في الحج أو في غيره، ويأتون بأحاديث ينص عليها من رواها بأنه لم يعمل بها أحد، وهذا موجود بأيدي الناس، يفعل ذلك من تتبع الشواذ وعرف ذلك أو عرف بذلك. أيها الإخوة الكرام، كما نبهت سابقا، لو أن المسلمين التزموا تعاليم هذه الآية فقط لسلموا وبقوا على الصراط المستقيم، بعيدين عن الشواذ، بعيدين عن الابتداع. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، مؤمنون واتقوا الله، إن الله سميع لما تقولون، سميع لما تتقدمون به، عليم بما تفعلون، عليم بما تقدمتم به، والله تعالى أعلم. تأتي الآية الكريمة بعدها في أدب آخر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نبهنا سابقا بأن أول هذه السورة أو السورة في مجملها سورة الآداب، آداب مع الله، آداب مع رسول الله، آداب مع نبي الله،
آداب في حضرته، آداب في غيبته، آداب معه كرب أسرة في حجراته، ثم بعد ذلك آداب مع الجماعة الإسلامية وطوائف المسلمين، ثم آداب الأفراد في حد ذاتهم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالآية الأولى في بيان الآداب مع الله ورسوله من حيث التشريع والاتباع. النداء الثاني في الآية الثانية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من حق كل سائل أن يسأل في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وفي الآية الثانية وصفه بالنبوة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن الموقف الأول عطف الرسول مع الله سبحانه وتعالى في مجال التشريع، وهو منهل واحد، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنما يأخذ عن الله وبجانب الرسالة، لأنه يأتي برسالة للأمة. أما الموقف الثاني فهو النبوة، وهو تكريم لشخصه صلى الله عليه وسلم بصفته نبيا، وبأدبين كريمين. الأول النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي حتى ولو كان بقراءة القرآن في مجلسه، حتى ولو بندائه ودعائه، بل يكون غض الصوت أن لا يرفع صوته على صوت النبي، لو كان يتحدث بينهم لا يكون صوت أحدهم أرفع من صوت رسول الله، وهذا غاية في الأدب، لأن من يرفع صوته عند غيره لا يكون مؤديا كل واجبات الأدب، بل يكون مخلا بناحل الآداب والاحترام. ونحن نعلم أو نرى ونشاهد في المجالس التي ذات المستويات العالية لا نجد إنسانا مهما كانت مكانته أن يرفع صوته على كبير المجلس. وهكذا يأمر الله سبحانه وتعالى الأمة أن تتأدب مع رسول الله في نوعية المحادثة وكيفيتها. ثم يأتي الأدب الثاني: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يظن بعض الناس أنهما شيء واحد، ولكن الحقيقة أنهما أمران مختلفان. فالأول في رفع الصوت من حيث هو ولو كان بتلاوة القرآن، والثاني نوعية الحديث. ما هي؟ حديث أدبي، حديث ديني، حديث اقتصادي، حديث عائلي، ما هو الموضوع؟ فإذا كان لا يجهر ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يقولون لا تجعلوا أحاديثكم مع رسول الله في الأمور التي تجعلونها بين أنفسكم في خلواتكم، لأن الإنسان مع صديقه ومع جماعته ومع زميله قد يتحدث في أمور يستحي أن يجهر بها ويعلنها عند من هم أكبر منه سنا أو ذو منصب عليه. فمثلا يكون الأولاد فيما بينهم يتحدثون في أمور بيتهم أو في أمور شخصياتهم، فإذا دخل أبوهم غيروا مجرى الحديث. لماذا؟ لا يريدون الأب يسمع هذا الحديث. لو كان إنسان في دور الخطوبة والزواج
وجلس مع زملائه والذين سبقوه بالزواج، ويتحدثون عن آداب الزواج وآداب العشرة وكيفية المعاشرة وشيء من ذلك. فإذا دخل عليهم رجل كبير ولو لم يكن أبو واحد منهم لغيروا مجرى الحديث، لأن هذا الحديث ينبغي أن يكون سرا وليس بجهرا. إذن اجعلوا حديثكم مع رسول الله على مستوى عال، على مكارم أخلاق، على تعلم في الدين، على استرشاد في أمور الدنيا، وليس مما تنزلون بمستواه إلى ما لا تحبون أن يسمعه من هو أعلى منكم سنا أو مرتبة. ويذكر علماء التفسير أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قادما إلى بيت رسول الله، فسمع وهو على الباب قبل أن يستأذن امرأة تشتكي من زوجها فيما يكون من شأن الفراش بين الزوجين، فصاح أبو بكر من عند الباب: ألا تسمعون ما تجهر به هذه عند رسول الله؟ لأن الجهر بمثل ذلك قد لا يليق بالمستوى، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو المشرع وهو المرجع في صغيرة أو كبيرة، ولكن لكل مقام مقال. المرأة التي سألت رسول الله: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ فغطت أم سلمة وجهها وقالت: فضحت النساء عند رسول الله، أي أن هذا لا يليق. سلي بعض زوجاته، تسأل لك رسول الله، أما أن تجاهري بهذا مباشرة مع رسول الله؟ لأن الحديث سيأتي بصورة ذهنية عما ذكرته المرأة، فيتصور الإنسان بمخيلته امرأة في فراشها ترى ما يرى الرجل، وهذه الصورة يتأبى عنها كل أديب وكل كريم وكل ذي خلق كريم، لكنها أجبرتها وأدخلتها على ذهنه إجبارا عليه. ومن هنا قالت أم سلمة: فضحتي. هل نهرها صلى الله؟ لا، لأن عليه البيان. قال: نعم، إن هي رأت الماء. هذا أمر تشريعي أم سلمة استحت منه، ولكن لضرورة التشريع لا بد منه. لكن إذا لم يكن الأمر يستدعي ذلك وأرادوا الحديث فلا ينبغي هذا. ومما جاء أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم عندي في حجرتي، وكان مضطجعا وفخذه باد، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حالته، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حالته، ثم استأذن عثمان فاعتدل وغطى فخذه وأذن له. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلما خرجوا قلت: يا رسول الله، استأذن عليك أبي فأذنت له وأنت على حالك، واستأذنك عمر فأذنت له وأنت على حالك، استأذنك عثمان فنهضت وستأذنت فأفخذك، فلماذا؟ فقال، هنا تأتي الروايات وبعض الإخوان يخطئ فيها: ألا أستحي ممن تستحي منه ملا حملة عرش الرحمن؟ هذه ناحية. الجواب الثاني وهو عملي، قال: إن عثمان حيي، خشيت أن آذن له وأنا على تلك الحالة فيمنعه من حاجته التي أرادها. انظر إلى هذا الحال، الرسول مع أبي بكر مع عمر ماشي الحال، لكن لما علم من عثمان شدة حيائه خشي أن يرى عثمان ذلك فلا يطيل ولا يسأل حاجته وربما ينصرف، فقابله بما يمكن أن يكون وسيلة أو طريقة لما يصل بها عثمان إلى حاجته. إذن الأقوال
أو المجالس أو الأحاديث تتفاوت ولكل مقام مقال. فالآية الثانية أدب الأمة مع رسول الله كنبي صلوات الله وسلامه عليه في شخصيته وذاته، بعدم رفع الصوت وبعدم الجهر له بالقول. وإذا كان الأمر كذلك في حياته صلوات الله وسلامه عليه، فإننا نأتي إلى التطبيق العملي. من إجماع المسلمين من أن الآيتين يجب تطبيقهما كما طبقتا في حياته صلى الله عليه وسلم. فالآية الأولى: لا تقدموا بين يدي الله كتاب مسطور بين أيدينا، ولا يجوز التقدم على شيء فيه بما ينافيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. كذلك لا ينبغي لأحد أن يتقدم على سنة رسول الله التي مسطرة بأيدي العلماء وموجودة في سجل السنة المشهورة عند الجميع، فلكأنه صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا بوجود الكتاب والسنة. وهنا أيضا: لا ترفعوا أصواتكم. نهى عمر رضي الله تعالى عن رفع الصوت في مسجد رسول الله حتى لا يقع رافع صوته على في نطاق صوت في مسجد رسول الله حتى لا يقع رافع صوته على في نطاق الآية الكريمة. وسمع رجلين يتحدثان في المسجد النبوي بصوت مرتفع، فدعا رجلا وقال: علي بهذين. فأتي بهما ترعد فرائصهما، فنظر إليهما فقال: أغريبان أنتما؟ قال: بلى، من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا. أترفعان أصواتكما فوق رسول الله؟ فهذا بعد حياته صلى الله عليه وسلم. وقيل لمالك رحمه الله: ابعث مبلغين في الحلقة. وكان نظام السابق إذا كثر الطلاب ولم يكن هناك أجهزة كهذه وكان الصوت محدود، فيوقف رجال على منتهى الصوت فيسمعون من المحدث ما يقول ويجهرون به، يسمعون من خلفهم وهكذا من خلف من خلفهم، ويتم نقل الحديث عن طريق المبلغين كما كان الحال في المبلغة. المؤذن يكبر بتكبيرات الإمام يسمع من في مؤخرة المسجد. فقيل لمالك: اتخذ مبلغين، فإن الحلقة قد زادت والآخر ومن في آخر الحلقة لا يسمع منك. فقال: لا، أخشى أن أدخل في قوله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. مع أن ابن عبد البر بوب في كتابه جامع العلم وفضله جواز رفع الصوت بالعلم، وذكر قضية الوضوء وأسبغ الوضوء ونداؤه صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته وبعض الأدلة الأخرى. الذي يهمنا أن هاتين الآيتين محكمتين إلى اليوم، ويجب تطبيقهما عمليا سواء من جانب الرسالة أو من جانب النبوة. ولهذا اتفق العلماء على من أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى الحجرة الشريفة ويستقبل الوجه الكريم، وأن يسلم بصوت ليس فيه ارتفاع وليس همسة يسمع نفسه أو يسمع من بجواره، ولا يرفعن صوته على صوت رسول الله. ويقول مالك رحمه الله: من ظن أن وفاة رسول الله تنقص منه قدر شعره فقد كفر بما أنزل على محمد.
لأن الله سبحانه يخبر عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وما الشهداء جميعا في مشارق الأرض ومغاربها إلا حسنة من حسنات رسول الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأن الأنبياء أحياء في قبورهم، ولكن حياة برزخية لا يرتقي العقل إلى كيفيتها ولا إلى إدراك كنهها، كما قال تعالى عند ربهم. والذي عند ربنا ليس عندنا، ولا نستطيع أن نتصور أو نتكيف أو نتخيل أي شيء من ذلك. وعليه فالآيتان محكمتان مطبقتان، ويجب الالتزام بهما إلى اليوم وإلى ما شاء الله. تتمة للآية الكريمة الثانية: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. العمل لا يحبطه إلا الردة عياذا بالله. من ارتد عن الإسلام حبط عمله، لأن أشركت لا يحبطن عمله، وحاشاه أن يشرك. ولكن هذا خطاب للأمة في شخصيته. فيقول العلماء: مجرد رفع الصوت عند رسول الله لا يحبط العمل. فقد كان ثابت بن قيس وهو خطيب رسول الله ثقيل السمع، فكان يرفع صوته عند رسول الله. وله قصة: لما نزلت الآية دخل بيته وقال لزوجه: اسمري علي الباب، كنت أرفع صوتي ونزلت آية فهو حبط عمله وهو من أهل النار. افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يومين فسأل عنه، فقال جار له: أنا جاره آتيك بخبره. فدخل عليه ثابت: أين أنت؟ قال: أنا هنا. قال: قد افتقدك رسول الله، لماذا غبت عنه؟ قال: ما لم تعلم ما أنزل الله في رفع الصوت عند رسول الله، وأنا رجل جهوري الصوت قد حبط عمله وهو من أهل النار. قال: خليك. ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالجواب. قال: لا، ارجع إليه فأخبر، لست من أهل النار، إنما أنت من أهل الجنة. فلما أخبر قال: اكسر الباب. وخرج وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد وكان من أهل الجنة. فيقول العلماء: إحباط العمل أن الذي يرفع صوته قد يرى لنفسه حقا، أو قد يرى لنفسه ما يستوجب ذلك، ولربما خطر بباله شيء في شخصية رسول الله بأن يرفع صوته عنده بلا مبالاة، فيكون إحباط العمل. وأنتم لا تشعرون بذلك، لأنه أمر خفي دقيق جدا. ولهذا يقول سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم، لا تجهروا له بالقول، أن تحبط أعمالكم بما عساه أن يخطر ببال الواحد منكم في حق رسول الله. ومن هنا سئل مالك رحمه الله، سأله رجل قال: أريد أن أحرم من هذا المسجد. الرسول أحرم من فين؟ من ذي الحليفة. قال: أريد أن أحرم. قال: لا تفعل. قال: ولماذا؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ إنما هي خطوات أزيدها على ميقات رسول الله. قال: هي الفتنة، أخشى أن يخطر في بالك أنك زدت خطوات لم يخطها رسول الله في إحرامه، فتظن أن إحرامك خير من إحرام رسول الله فتفتن في دينك. وهكذا دقة الملاحظة أيها الإخوة، وبالله تعالى التوفيق.